وكرة غانا، غانا كلها مواهب في الكورة يعني. طيب ده كان جزء طبعا من حوار أسطورة كرة القدم المصرية النجم الكبير كابتن محمود الخطيب، زي ما حضراتكم شفتوا اتكلم عن ذكرياته في كأس الأمم الأفريقية في البطولات السابقة طبعا 74 و76، واتكلم لغاية لما خد البطولة في 86 والمباراة النهائية أمام الكاميرون، اتكلم بعد كده عن بطولات الأندية وإيه اللي حصل في هذه البطولات. الحقيقة وانت قاعد بتتفرج على كابتن محمود الخطيب دايما بتبقى مبسوط، يعني كاريزما سبحان الله هي من عند ربنا، حاجة كده ربنا بيديها للإنسان اللي قدامه بيحبب فيه خلقه، هو كابتن محمود الخطيب كده الناس كلها بتحبه لله في لله، بعيدا عن أي شيء الحقيقة وبعيدا عن كل شيء يظل دائما الاحترام والأدب والأخلاق. شايفين زي ما حضراتكم شايفين الناس بتتكلم أو كابتن محمود الخطيب بيتكلم إزاي وطريقة الكلام وأسلوب الكلام، حاجة الحقيقة في منتهى الأدب وفي منتهى الأخلاق وفي منتهى التواضع وفي منتهى الرقي. الحقيقة حاجة جميلة جدا جدا جدا، يستحق الحقيقة كل التكريم ويستحق أكثر تكريما من الاتحاد الأفريقي، ولكن اختياره كسفير لبطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر كان 2019، أعتقد أنه ده أكبر تكريم للكابتن محمود الخطيب الذي يستحق هذا التكريم تماما. إنسان جديد يقرب لبكرة الأمل البعيد، زي النهار ما بيتولد في يوم جديد، كل لحظة يتولد إنسان جديد يقرب لبكرة الأمل الشدة دايما ينادوك، حب الناس والناس حبوك، وقت الشدة دايما ينادوك. محمود الخطيب، محمود الخطيب، محمود الخطيب، محمود الخطيب. إنسان من وادي النيل موهوب متواضع وأصيل، راجل والرجالة كتير في مصر بيحب الخير لمصر، فنان في أحراز النصر، النصر محمود الخطيب، محمود الخطيب. يعني الحقيقة حاجة جميلة جدا، وزي ما قلت لحضراتكم دائما يظل الكابتن محمود الخطيب دائما أسطورة كبيرة جدا جوه مصر وخارج مصر، في القارة الأفريقية، في محيطنا العربي. الحقيقة كل بيعرف من هو محمود الخطيب بأخلاقه وطبعا فنياته، دي بنتكلم عنها دائما وكلنا عارفينها، ولكن دائما الأخلاق هي اللي بتخلينا نصل إلى أو بتخلي واحد زي كابتن محمود الخطيب يظل دائما أسطورة. سنة
74 او قبل 74 كمان لغايه حتى الان، كل الاجيال السابقه عارفه يعني ايه كابتن محمود الخطيب. يعني طبعا كل التوفيق للكابتن محمود خلال الفتره القادمه. ايضا خلينا بقى نروح